اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل حمدا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. في لحظة سعيدة وفي يوم عظيم وفي شهر كريم حللنا ضيوفا على آل عبدين نشاركهم فرحتهم الكبرى في زفاف الأستاذ بسام الحاج عبدين مرعي، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتمم على خير وأن يبارك للعروسين وأن يجمع بينهما في خير. منذ دقائق طاف بنا وطوف شيخنا الجليل وقارئنا الشهير فضيلة الشيخ عثمان عساكر بآيات بينات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان البدء قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نعم، فوق كل ذي علم عليم. من تعلم شبرا تكبر، ومن تعلم شبرين تواضع، ومن تعلم ثلاثة أشبار أدرك أنه لا يعلم شيئا. في هذا الفرح المبارك وهذا الزفاف السعيد نحن جئنا مهنئين مشاركين مباركين سائلين الله عز وجل أن ينعم علينا بالستر وحسن القبول ومنع الموانع وأن يجمع بيننا دائما في الخير وأن يجعل أيامنا كلها أفراحا ويجعل ليالينا كلها ملاحا. في صدر سورة المائدة نادى الله عز وجل على أهل الإيمان، نحن معشر الموحدين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة العقود مفردها عقد، والإنسان في حياته يوقع أكثر من عقد. هناك عقد الملكية، هناك عقد التعليم، وعقد البيت، وعقد العمل، وعقد السفر، لكن أهم هذه العقود هو عقد الزواج. لذا سماه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، ليس ميثاقا عاديا، إنما هو ميثاق غليظ، لأن بهذا الميثاق أنت تستحل جسد امرأة، تستحلها وتصبح أسيرة لديك، خاضعة لأمرك. وكنا منذ أيام نعيش مع فريضة الحاج، وكانت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة رائعة سجلها التاريخ، ووقف أمامها طويلا طويلا، تلك التي أداها في عرفة في موضع نمرة، واحتوت خطبته الشريفة على كثير من الوصايا والإرشادات والنصائح والتوجيهات، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف طويلا طويلا في خطبته المشهودة المشهورة أمام حقوق المرأة، فوصى الرجال
وقال إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، وهن عوان عندكم، لهن حقوقا عليكم ولكم حقوق عليهن. نعم يا سيدي يا رسول الله، فما حق الرجل على زوجته؟ قال: من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، وألا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم، فإن عصينكم في ذلك فإن الله عز وجل قد أذن لكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح. مش تضربها تجيبلها عاهة، لا، ضرب فيه تهذيب وتأديب ليبقى باب المحنة مفتوحا وليبقى طريق الرجوع ميسرا ومطروقا. فإن عدنا عن ذلك فعليكم رزقهن وكسوتهن كما أمر الله. وأوصيكم بالنساء خيرا، الله 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 في النساء. وقد قال في حديث آخر: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولو علم الناس كيف كان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل زوجاته لتعلمنا الكثير، ولعمرت بيوتنا بإحياء السنة، ولتعلمنا ونهلنا من فضله ومن سيرته ومن أقواله ومن إرشاداته ومن وصاياه ومن تعاليمه التي يصلح بها أمر الدين والدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وقد سئلت أمنا عائشة رضوان الله عليها يوما: يا أم المؤمنين، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا كالبشر. كان بشرا كالبشر. نعم يا أمنا وأم المؤمنين، كان نبينا بشرا كالبشر، ولكن البشر كل البشر ليسوا كمحمد بن عبد الله. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم قالت: كان يخدم نفسه ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكثيرا ما كان في حاجة أهل بيته. هذه المودة، هذه العشرة الحلوة، هذا السلوك الطيب كما وصفه ربنا كان رحمة للعالمين. ليس زوجا متجبرا، وليس زوجا متغطرسا، وليس زوجا آمرا ناهيا في كل صغيرة وكبيرة يحول البيت إلى سجن كبير، يضطهد الزوجة ويتعقب الأولاد، كل ما عنده فرمانات وقوانين واجبة النفاس. من قال هذا؟ البيوت تدار بالحب، الحب والتفاهم. بيوتنا حاليا في عطش شديد لمحنة الآباء، للرفق بالنساء، لحسن تبعل النساء للرجال، لإنشاء المودة والترابط بين الأبناء والآباء والأمهات. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا عن عقوق، وما سمعنا عن حرمان وجفوة، بل كانت الأمور كلها تسير وفق الشريعة ووفق ما ينفع الدنيا ويعمر البيوت
ويصلح العلاقات ويقوي الروابط. كان الرجل إذا خرج نادت عليه أم العيال: يا أبا فلان اتق الله ولا تدخل علينا حراما، فإنا نصبر على جوع الدنيا لكننا لا نصبر على حر نار الآخرة. نعم، كانت الأم ترعى أبناءها، وكان الوالد يتخير ويدقق في لحظة اختيار الزوجة تنفيذا لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. لابد وأن تختار صاحبة الدين، أن تختار بنت الأصول، أن تختار من رباها الرجال، لتستطيع أن تنشئ رجالا في بيتها ومن حلالها ومن زوجها. فالأصل تتبعه الفروع، وإذا حسن البدء حسن الختام، إذا حسن البدء حسن الختام. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما مات حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعدما أبان السبيل ووضح المنهج وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، لا ينتظم في سلكها إلا سالك ولا يزيغ عنها إلا هالك. هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فلزاما علينا وحقا وفرضا علينا أن نتمسك بسنة سيدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وشفيعنا عند الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.